أبت جريدة المجاهد أن تستذكر الذكرى 69 بعد المئة. النور المعلوم نور البوادي حرقت الشكاير بالنيران هو شاهد على ذلك. الفرنسيين استخدموا لا باتاي دو لغوات 1852 كانت أول تجربة على الإنسان. Expérience sur les humains. Le test de l'arme chimique sur l'humanité. Ils sont venus tester, tchaoui jarbou, silah al-kimiaoui, al-shab al-jazaïri, contre une population civile. C'est une arme qui a été utilisée par une armée conventionnelle française. يذكر الملازم مونجان في كتابه ملاحظات حول تاريخ الغوات. نوت سور ليستوار دو لاغوات ان عدد القتلى وصل الى 2500 قتيل، حنا نحسبهم عند الله شهداء، بان عدد الجرحى غير معلوم، ويتكلم عليها كذلك روندون في الميموار تاعو، ومنهم من استطاع الفرار الى خارج الحصار، اما اكبر جريمه ارتكبتها القوات الفرنسيه فهي جمعها لاعيال المدينه ووضعتهم في اكياس، هذا التصريح الفرنسي مازال ما تكلمتش على كلوروفورم، وضعت اعيال المدينه في اكياس أغلقت عليهم ثم أحرقتهم قرب وادي أمزي ورمت ما يقرب من 256 جثة في آبار المدينة.